مشهد أثار الرعب في قلوب الملايين، لتتشح الموصل والرقة من بعده بسواد دام 3 سنوات، رغم أن تنظيم داعش رفع شعار باق وممتد، إلا أنه انتهى بالزوال وانحصرت بقاياه في هذه البقعة الجغرافية. إنه مخيم الهول في الحسكة. كانت معركة الباغوز نقطة التحول والضربة الكبرى في خاصرة التنظيم. من تبقى بعد المعركة هم أسر مقاتلي داعش، ليتم نقلهم إلى مخيم الهول. الهول لا يضم فقط أسر المقاتلين، بل يخبئ أيديولوجية داعش التي يمكن أن تشكل نواة جديدة لممارسات إرهابية. وهذا ما أثبتته العملية الأمنية التي نظمها التحالف الدولي بالتعاون مع قوات قسد. العملية أسفرت عن توقيف العشرات من عناصر التنظيم داخل المخيم وتفكيك الشبكات الرئيسية التابعة له، كما كشفت عن أسلحة ومتفجرات مخبأة. مشهد يشبه سيناريو سجن الحسكة في يناير الماضي، بعد فرار عدد من سجناء تنظيم داعش ومحاولتهم الانتشار مرة أخرى، مؤشرة على أن مخيم الهول بؤرة خطر لا بد من حل لها، حل لأكثر المشاكل تعقيداً. فمصدر الخطر ذاته يمنع الدول الأوروبية من استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم، ولجأت لتجريد العديد منهم من الجنسيات لإرغامهم على خيار لا عودة حتى بغرض المحاكمة. ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها. هناك حاجة إلى أن تستعيد مواطنيها. أطفال ونساء تبقى مصائرهم معلقة بين مخيم لا استمرارية للحياة فيه، تزداد فيه فرصة تنامي فكر لا بد من بتره، وبين دولهم في الغرب التي نفت وجودهم وجردت بعضهم من الجنسيات. إيفا عمر، العربية.